تحياتي متبادلة إلى أحرار نمارة من مجن هيوز. تحياتي تحياتي تحياتي. أعزول وما تنحيبوت عشان تصمد ما هنشن غنغضي تصادث وما تحيبوت. أعزول الإخوان الأحرار الحرائر أينما كنتم. أريد يجن الخباء هاتي تفاق كيف مثنا باش نمرق نهار رضي الرضي ان شاء الله. زول ولا النزول وعاش الشعب المقهور امون عزيز اش يحفظ الله تعالى. قايكيش متفقه الاخ؟ راني معك متفق. هذاك هو الحل اخويا ميدوس مهدي. عاش الشعب المقهور امازيغ ازول امازيغنا. يوز يوز ثوماتينو ايوز ايوز وهزول. السلام عليكم. ايثمات سويت ماستون ان شاء الله تفقك اليوم مليح مره يمجهد النغم مره ماني مهج نهضر بالدارجه نهضر بالدارجه الخوا ديالي ما كان مشكل غير هاد واحد مباشر غادي يكون قصير لحقاش اليوم كندير واحد الراديو كل اربع وسف كنتلاقاو مع الاخوان كندخلوا كنفتحوا الواتساب كيديروا المداخلات الاخوان كنديروا شي موضوع وكنهضروا عليه كنتشاركوا فيه جماعه. يعني اليوم جيت ندير غير واحد التعبئه وكان واحد الخبر غادي كانوا كيستناوه بزاف الاخوان ديالنا والاخوات الاحرار والحرائر. لحقاش كان واحد الكتاب هذا هو الخبر اللي جبت نخبر به الاخوان ديالنا. لحقاش كان واحد كنستناو واحد الكتاب المتتبعين ديال هاد الصفحه ولا الصحاب ديالنا ولا الاخوان ولا كانوا كيستناو واحد الكتاب يجينا من الريف. الريف كتبوا واحد المعتقل السياسي على خلفيه حركه 20 فبراير الاخ بشير بن شعيب اللي دوز الحبس ما يقارب 9 سنين ونص ظلما وعدوانا في 2011. هاد المعتقل السياسي السابق كان خرج للشارع كيطالب بالحقوق ديالو العادله والمشروعه كما طالبوها الاخوان في الريف 2016. طلبوا نفس المطالب وخرج المخزن بطبيعة الحال بأوامر أميرهم المؤمنين بين قوسين تسجنوا ظلما وعدوانا. يعني هذا الأخ اللي خرج من السجن دار واحد ديوان شعري يعني ما شاء الله تبارك الله عليه. يعني يستاهل بنادم باش يكون عنده هذاك الكتاب. يعني هذا الكتاب اخيرا تواصلنا بواحد المقدار ديال الكتب. البارح تواصلت انا شخصيا بهذيك الكتوبه راهم عندي. لحقاش كنت قلت الاخوان ودي راه كاين واحد الكتاب ديال الاخ البشير بن شعيب اللي كانوا كيستناوه الاخوان والاخوات الاصدقاء المتتبعين كانوا كيستناوه بفارغ الصبر هذا الكتاب. والحمد لله كما قلت جيب نخبر الاخوان والاخوات باللي راه هذاك الكتاب ابتداء من اليوم تقدروا تتصلوا بيا باش نشوفوا كيفاش نقدر نسردكم هذا الكتاب. ولكن تيني قبل ما تتصلوا كل شيء اليوم عندنا الراديو عندنا الراديو وتما غادي نشرح كاع جميع التفاصيل كيفاش يقد بنادم ولا الواحد ولا الاخوان ولا الاصدقاء ولا المتتبعين كيفاش يقدوا يقدروا يتواصلوا بهذا الكتاب. يعني واحد الكتاب لنا الشرف الكتاب ماشي ديال البشير بن شعيب وهو استمع على هاد الكلمات. هذاك الكتاب ديالنا كاملين خصنا ندعموه كاملين باش يستمر. هذا الاخ يعني معتقل سياسي سابق دوز 9 سنين ونص ظلما وعدوانا وهذا الكتاب ماشي خرج عاد بدا فيه ملي كان في السجن كان هو كيوجد في هذا الكتاب. والحمد لله دابا هو دار المجهود ديالو دار اللي عليه خرج هذا الكتاب. دابا راه واحد الكتاب يعني يستاهل يستاهل يكون عندك في الدار. وكاين شي مسائل بنادم خصهم يعرفها من واحد معتقل سياسي سابق
كان كيدافع عليك ولد الشعب، كان كيدافع علينا كاملين، كان كيدافع على البلاد ديالو، كيطالب بالحقوق ديالو. يعني هذا السيد واحد رمز بالنسبه ليا، و يعني هذا الكتاب كما كنقول اراه هنا في هولندا، تواصلت به البارح. اللي داروا المجهودات مجموعه الاخوان الاحرار، واحد الاخ ديالي بعداه هو حتى هو ساهم باش نتواصلوا بهذا الكتاب. يعني الكتاب والتفاصيل وكل شيء ان شاء الله غادي يكون في المباشر اللي غادي يدار اليوم في الراديو ابتداء من 9:30. ذا ايثما تسويثما يني ويفه منش ثما زيخت ذاني تاجن تاو ما تنش الدارجة الناس ما كان مشكل وخانش الدارجة نيت تتراح كيس غاري كيس لكسيدا نتقل مجهود النغ بنادم يتقل مجهود الناس نشينا وغان غبو المشكل ذي اللغة ثنيرشان حاجة ولك تاني بنادم مارا من غيس سنة ذي اللغة ازيس انتي فهم ازيس انتي تواصل ذي المليح. لهذا لبى الرغبة يثاو ما تنش هضر بالدارجان شنو غنقول مشكلك الدارجاني غك اكش اللغة، وإنما غنغ المشكلك الظلم القمع وإلى آخره قد السلم نشين من غنغ المشكلة يثما سيثما. يعني ذكرج المقطع ذا قضاء ما زيخت النغ سريفش النغ خصك نوخ باغ باللي كتاب نو مثلا غلباشيلا تواصل زي ساقد داضي هولندا تغطاس نايت مثلا مش زريم تكون كاج لقاءكم مثلا غلباشيري السيورا نخ خ الكتابه وانيتي السيورا نغ المسائل. ورخو اخيرا رخو 20 يوم زكوامير خو اخيرا نتواصل سي الكتاب ني قاثغان غضاضي هولندا يثما سويثما بفضل اني مجهد النغ تسمى باش هذا نغدي يوض الكتابه واني تا نغ الكتب هذا ني تا باش تنتغام كني ويا ثما سويثما ساهم دايسي ساهم دايسي جنتا ومات المجموعه انا ثما تنغ تسمى يمجهد النغ تحيخ تنزل المنبر تسمى باش غنغدي يوض الكتابه هذا غا هولندا باش في اون مومون تنسي وذيك ني وباش تغام يا ثما سويثما وني تاذ الواجب مغمارة. الكتاب وجبوا الكتاب البشر وحدث الكتاب الكتاب نيري فيه نمار يا ثما سويثما اموش تواريغ المسألة ومراش اني جنغني تواراش المسألة ما مش نغني كوريج حق الناس كوريج تير لي نسا يا ثما سويثما. ولهذا وصدق انه خباق باللي الكتاب وني في حواجان نيغ التفاصيل نيغ مش غاك ما تواصلوا مس الكتابة وانيتا مارة غاري فهم ان شاء الله المعلومات تجير ثاضية على الراديو خاصي تغنق الحلقة ان شاء الله واه وما تنغ بادي سايوز ايوز نهارا ذي على الراديو تفهم التفاصيل رخوك قاع غيجن 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 مشان افخزاغ مثلا مرات نسكا اسبانيا نيغا غوليمان نيغا فرنسا نيغا ويناث انخزام شحيس يتكلف مناني والمهم المعلومات ذي التفاصيل هي ثما سويثما اتفهم ان شاء الله نهارا لكن كثير من ديار الراديو يني تغوي ترجل الكتاب نماثل البشر ونشعيب قاغا سيئي ثما هنيئا لنا هنيئا لكم جميعا قال كتاب ان نماثل البشير نيغ الكتاب النغ النغ نيريفيين البشير بن شعيب ومثلا غاس يتاز دروس دي الكتاب ني يتاز دروس دي الكتاب ني نشين منينين نغمار نيريفيين نغمار يجن حاش مريك جيت الجن الشاهم حر يستاهل تسمى يثما سويثما اكيس نبد تسمى ذي الجانب نتاع البيئه ذي الجانب باش نغال كتابه باش فهمت تسمى باش اسنوشج الاحساس باللي السيده ونيتا المجهود قال جبار يتوري غير ثما سويثما باش شك عارفي اتصفغ ذي اجل الكتاب تسمى اموانيتين وذي زبو تسمى التفاهات نير ويناثي تسوارخ الواقع يسوارخ خ مسرايين يعيش نشين كائري في النير في مسرايين يعيش نتا كنحبس مهم في الديوان الشعري ولك تاني يستاهل يا ثما سويثما غنغيري. ولهذا ان شاء الله راديو كان امنوس تي في يا نيش انا ومثلا غري في لايف شي حفظ الله تعالى نورمال تو خصها تكغزي الصفحه ني نازم من جديد في امنوس تي في ما نزدنت كار راديو سنيد غان كار راديو قار راديو ماشي زي كريم امنوس نعرف الراديو الراديو اديري يا ثما سويثما ان شاء الله اديري في امنوس تي في الصفحه اني نازم خصيصا اي ويناث اي ستم زي ادمين نغ مجهد النغ ما راقش ذا هذا سنت ساس الرابط يا ثما تنغ سويثما تنغ هذا سنت ساس ذا ماني دغنك المباشر الاغلبيه انا ثما تنغ تسمى الشين الحمد لله الصفحه اني لازم تسن ديني يا ثما تنغ ني تغو دي تسن داغ الصفحه يا ثانيتين رخو السنان 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 باللي ذني الصفحه ونستم الدعم ندعم جاران غير مثلا على الراديو ني تبقى على الراديو تجبون كاري على الراديو وما يا ثما امر كتابه وانيتا
مش نيغو مثلا غير البشير بن شعيب تيتاز دي شي حاجه يديرو زدين ديال الكتاب النا. اما الكتاب نيري فينا مني كمريات ما سويت اش ما سويت ماذاك ومغمصفه ضغك يحفظ الله تعالى امرك ان شاء الله سيموني صراحه فاح غطات تما اخيرا يوضان غد الكتابه وانيتين قفغان غذاق تما اي ثمثنا زما اطغام الكتابه وانيتا. والسلام عليكم ازول امرك ان شاء الله جا 9:30 10 ذي الصفحه نامنو ستيبي اي ثما سويت ما ايوزكني وايوزكني.